لسه بتكلم انا وهند وبتاع، فبقول لها ان شاء الله بقى عايز بقى ربنا يكرمني وبتاع واجيب بيت لليلى. فقالت لي طب احنا نجيب بيت لسليم الاول. قلت لها لا لازم ليلى الاول. فبتقول لي اشمعنى؟ قلت لها عشان ليلى يعني انا واثق مليون في المية هتتطلق لما تتجوز، فلما تتطلق يبقى عندها بيت. فطبعا كنا بنهرج يعني، ولان ما فيش دي هتفرم اللي هتتجوز، هي بتعرف تاخد حقها. شخصيه بس على قد كده، اطيب حاجه في الدنيا. ولما الغزاله بتبقى رايقه كده انت مش فاهم الصبح وهي صاحيه بقى، دلع إيه؟ والحنيه، والبنات دلع رهيب. طبعا بقى المجنون الصغنن بقى، تانية نيلي بقى دي انت مش فاهم، تيجي لك الصبح بقى الاحضان والبوس والبتاع. طبعا زمان كنت بقول ايه الولد بقى هو الموضوع وبتاع، بس طبعا لو ايه، طب بكره بس اتفرج البنات دي هتعمل فيك ايه. عايز اقول لك بقى ان البنات فعلا هما في حته تانية كده. فطبعا انت عارف انا معاهم ما بيسبوهم، مش انت عارفني يعني. يعني الناس كلها بتشوفني انا بقى بعمل ازاي، مدارس بودي وتمارين بروح وبتاع، انا بحب طبعا هيبقى موجود معاهم فعلا طبعا. يعني مش بعمل كده عشان انا عشان يبقى واجب ان انا ابوهم، لا انا بحب فعلا طبعا. انت بتحب معاهم يعني. لسه لقيت بتقولي انا بقى لما اكبر بقى يا بابا انا عايز اسافر بره. حبيبتي يلا احنا هنلم حاجتنا ونسافر بره كلنا، انا مش هسيبكم، ما اقدرش. انا واحد فعلا ما بقدرش اعيش بعيد عنهم طبعا، لازم افضل جنبهم طول الوقت. لا لما بتسافر او بيبقى عندك تصوير او بتقعد شويه بره، انا قبل ما اخلف كان الموضوع تمام على فكره. لا بعد الخلفه عايز تجري تروح. لا لا مش مصدق ان انا ما شفتهاش، اليوم بيعدي والتاني والتالت وما شفتهاش، واقعد اكلمها فيديو كول بالعشر مرات في اليوم وبنتكلم في ايه يعني، هي مش مهتمه بيا اصلا، عماله تلعب وبتاع، بس عايز اشوفها، ببقى عايز اتكلم معاها. بتحس ان انت روحك بترجع لك. Don't give up on your dreams، حتى لو شايفها بعيدة جدا. الأحلام، حلمك نفسك تبقي حاجة، هتحققيه لو عندك العزيمة والإصرار والمجهود. ففي سؤال طبعا عايز أسأله لك كده برضو غريب شوية. اتفضل. طبعا هند بتشوفك دايما أنت بتقنعها في ثانية. فأنا لاحظت مثلا إن إحنا مثلا بيبقى في مشكلة بيني وبينها، أنا أحس إن أنت كل مرة بتقف في صفي. تمام؟ بس بتعرف تظبط الناحية التانية. طبعا. تبقى إن هي تمام و تيجي تأسف لي عادي وبتاع. بتعمل ايه بقى في مش بعمل حاجه والله ما بعمل. بتقنعها ازاي؟ مش وايه اللي خليك اصلا بتقف في صف مش صف اختك؟ لان انا ما بعتبرش ان انت جزء اختي. لا عشان عارف ان انا مش غلطان دايما. لا عشان عارف ان انا بتبقى غلطان، عشان عارف بس طيب. لا بس انا عارف قلبك وعارف ان انت، احنا كلنا بنغلط، كلنا بيعدي بينا ظروف او اوقات بتبقى صعبه. بس انت عمرك في حياتك ما كانت نيتك وحشه. قولها والله، قولها الكلام ده والله عارف. لا بص هم مش هتغيروا. هو الستات مش هتغيروا. ما انت في مواقف كتيره دخلت في بيتي وكان عندي مشاكل ووقفت احنا بنسند بعض. بس في الاخر قلوبنا زي ما تقول كده ايه، محاوطه بعض احنا. صح. ربنا يديم المعروف ونفضل يا رب يا عم طول عمرنا كده، الدنيا حلوه ويهدي البال يا رب. المشكله الاكبر طبعا في الخناقات دايما بين انا ومراتي الولاد، ان انا دايما مع الولاد سهل جدا وما بقولش لا خالص، وهي شديده شويه.